من عوامل سعادة الإنسان هو الاقتراب من الطبيعة والكون والنباتات الطبيعية والشواطئ والبحار، لأن لاحظوا كما ترون الآن أن وجود الحيوانات في الأسر بيغير من سلوكها بشكل أساسي، فتميل للعزلة، وبعض الحيوانات لا تتكثر إطلاقا في الأسر. وجدوا في حدائق لندن أن القرد البابون تميل إلى سلوكيات صعبة جدا، وأيضا الفيلة في الحدائق الأوروبية بتبدأ تحك خراطيمها في الحديد حتى تنقطع هذه الخراطيم، فالسلوك الأسر في الحيوانات يؤثر على سلوكها. وأيضا الإنسان عندما ينعزل عن الطبيعة تبقى حياته في داخل المؤسسات الأسمنتية فقط والأماكن المغلقة، ولا يتعرض للطبيعة ولحظات الشروق والغروب، تكون نفسيته أقرب لاكتئاب والتعاسة، ولكن عندما يتصل بالكون تكون سلوكياته وسعادته أقرب وأفضل وأحسن.